ومع هذا الكابتن جمال عبد الحميد له رأي في حكاية العروض دي. قول لنا كابتن جمال على العروض اللي بتيجي لنادي الزمالك دي، رأيك فيها ايه؟ يعني اربع عروض في وقت حساس جدا في دوري شغال، لسه كنت بتكلم مع الكابتن رضا، اربعه من الاعمده الاساسيه في نادي الزمالك في كل خط، في الدفاع، في الوسط، على الطرف، يعني في الهجوم، يعني الموضوع تحس ان هو يعني غريب شويه. هتفتكر انا وانت ورضا والساده المشاهدين اللي هم الزملكاويه، دي مقصوده ولا مش مقصوده؟ ان السنه اللي فاتت الدوري 11 بونت وفجاه احسن اثنين في الفرقه يجي لهم عروض، محمود علاء وعبد الله جمعه وجنيش يتعور وكهربا يهرب وجورس يمشي والدوري يضيع. السنه دي خدنا افريقيا وخدنا سوبر خدنا سوبر، لا وعندك كارتيرون برضه مشي يا كابتن رضا قبل، لا ما انا هقول لك وخدنا مش عارف ايه، لا 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 الزمالك هيبقى ليه. طب هاتوا له بقى المشاكل اللي انت شايفها دي كلها. وانت قلت كلمه جريئه جميله جدا في الانترو ديب، ان الزمالك ما خدش افريقيا، وايه العروض دي؟ الزمالك ما خدش افريقيا، طب ليه العروض الجامده دي؟ طب المفروض العروض دي تيجي لمين؟ النادي الاهلي. ايوه. لانه خد افريقيا وكسب نادي الزمالك اللي واخد السوبر، واخد السوبر المصري. ايوه. واخد حاجات كتيره. ايوه. المفروض العروض تيجي للنادي الاهلي. ايوه. لا العروض جايه كلها للزمالك، يعني ايه ده؟ الزمالك في الدوري هيبتدي نوقعه اول الدوري عشان الدور الثاني ما بقاش له لازمه، يكسب ما يكسبش مش مشكله. اشمعنا 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 اشمعنا، وخلينا الكلمة دي، والله صدقوني الكلمة دي جزء كبير من المشكلة، لأن هما عايشين في دائرة وديلمة اشمعنا، كل حاجة اشمعنا. طيب أنت بتقول اشمعنا الزمالك اللي ما خدش أفريقيا جاي له عروض ولعيبة الأهلي ما جالهاش. طيب هو الأهلي اللي خد الثلاثية ما فقدش أربع لعيبة؟ فقد أربع لعيبة مهمين جدا، كان عايز ثلاثة منهم يكملوا على الأقل. كابتن إكرامي، كابتن فتحي، رمضان كابتن عاشور، اللي هو ده الوحيد اللي النادي قاله، أهلي قال له حتة زحمة، تاريخك ما يسمحش إنك تقعد على الدكة للناس دي كلها. هو خد قرار وراح يلعب في حتة تانية، حقه. طيب إذا مش بقى جات لهم عروض، دول مشيوا. مشوا. اتنين، هو الاهلي مش اللي واخد افريقيا؟ بس انتوا عندكم احسن كواليتي، ده انتوا بتقولوا على كل لعيب ده احسن من كريستيانو، وده زي ميسي، وده الاباتشي، وده اللي مش عارف ليه، عندكم الفاظ انا ما بقدرش الحقها. كل لعيبتكم حاجه سوبر سوبر، والحقيقه دي طريقه تسويه جميله، لان عشان كده الناس بتيجي بتصدق امل مصر امل مصر امل مصر. لما يجي واحد عايز فيرفوت في مصر ياخد مين؟ امل مصر. ياخد امل مصر. اه. طب لما الناس اللي في الدوري المحلي شايفين الارض الواقع يكلموا مين؟ يكلموا شريف ويكلموا امل مصر. يعني هو 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 انت واللعيب نفسه بقى لما تقعد مع كل مباراه تصنع نجم وتحطه في منطقه متوهجه جدا 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 تسويقيا. لعيب كويس عمل، انا شخصيا انبسطت جدا من اداء امام عاشور الماتش اللي فات، ومن قدرته على انه بيصاوب ويشوط، هيعمل كده كل ماتش، هتبقى ضغط عليه. يا جماعه الكلام اللي بتقولوه ده خلينا مره كل شيء في حجمها، لا نهاجم ولا ندافع بالطريقه غير اللي مفيش حاجه في حجمها ابدا.